بالنسبة للأبناء كاين الأستاذة المحامية أيه عندي 4 ديال الوليدات، جوج بنيتات أولا خولة ونوال، الحمد لله كلهم نتاج الباكالوريا المغربية في علوم الرياضيات هي في المدرسة العمومية دار السلام، بجوجهم قراو تما وبجوجهم اعتز من الأطر المهمة اللي من بعد الباكالوريا الرياضية داروا السنوات التحضيرية ودرسوا في مدارس عليا في فرنسا، وهاد المدارس العليا ولجوها بمنحة الاستحقاق الفرنسي، معناه عندما تقبل وتنجح في الولوج إليها تتمتع تلقائيا بمنحة من الحكومة الفرنسية لا علاقة لها بالدولة. فأنا اعتزيت البنيتة، جوجهم داروا هاد العلوم الإدارية والمالية إلى بغينا نقولوا تجارية، والحمد لله كلاهما معا وحدة حتى كملت هذه الجولة واشتغلت ودارت خبير حسابات ودارت كذا، فاختارت أن تعود لمهنة والدها المحاماة وزات المباراة المحاماة فرنسا واشتغلت في فرنسا في مهنة المحاماة، ثم دخلت البلد. قلت لها مني كنت عوالة على المحاماة علاش درتي هذه الدورة كاملة من كذا، فهي بنفس المنطق اللي قلتي تعتبر على أنه تكوين. عندي كذلك ولدين، الولدين كذلك أصلحهم الله، بجوجهم داروا علوم رياضية بحال خواتاتهم، وكلاهما داروا السنوات التحضيرية، إنما هما ماشي في العلوم ديال المال والمحاسبة والاقتصاد، داروها في الهندسة. فواحد كبير متخرج مهندس إعلامي عنده شركة خاصة ديالو اللي هو الحسن، حسن الشقر، والثاني ياسين سال الدراسة ديالو ويشتغل الآن مهندس بباريس في فرنسا. إذن أنا تقريبا يمكن تعتبرني وصلت فيما يتعلق بتربية الأبناء إلى مرحلة التقاعد، كبرتهم جميعا ما شاء الله تبارك الله. بأن الاستثمار الحقيقي البنك الحقيقي هم الأبناء، أنا شكون نجحتي هذا هو النجاح الحقيقي. أنا سعيد جدا الحمد لله تبارك وتعالى انه بالفعل كما قلتي تنعتبر الرأسمال الحقيقي والاستثمار الحقيقي، وان يستثمر الانسان في ابنائه ويعمل على ان يكون شخصيات تفيد اولا نفسها وتفيد ثانيا بلدها ثم محيطها ايا كان هذا المحيط. نعم سي ادريس، لاحظ معايا كيفاش باقيين بعادين باش نغوصوا في عالم السياسه، هذا العالم البحر المتلاطم، ومشينا شويش نتعمد باننا يعني نكشفوا على اوراق اللي ماشي دائما كنتكلموا فيها. ماشي سي ادريس دائما كيتكلم على العائله ديالو وعلى الحاج ابراهيم، ولكن هنيئا لك، هنيئا للاذاعه الوطنيه، لانك حقيقه ما احد. انا دابا باش تعرفي فين وصل الابتدال احيانا، فين وصل الاشياء في بلادنا، هناك من يحسب ميلادي في بوزنيقة ويكتبها في مواقع رسميه وكذا، وانا واحد خطا كبير شائع، وهناك من يقول ان بنته هي ابتسام الشقر رائده كذا وهذه ويكتب. انا لا يمكن ان اصعد، لا يمكن ان اتدخل لأجيب من لا يبحث ومن لا ينقب ومن لا يسعى إلى أن يقدم المعلومة الصحيحة. ولذلك اسمحي لي أخت سميرة أن أهنئك، لم يحدث يوما أن خاطبني أو حاورني من كانت له المعلومات مضبوطة وصحيحة